بعد بداية هذا الأسبوع مع تأثيرات تعمق منخفض على البحر الأحمر، تراجع هذا المنخفض اعتبارا من يوم الاثنين، ومن المتوقع سيطرة أجواء مختلفة. التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن بعد تعمق منخفض البحر الأحمر يوم السبت وأيضا اليوم الأحد، الأجواء بشكل عام تبقى غير مستقرة نهار الأحد على شكل هبوب رياح وهبوب لرياح نشطة، وأيضا أجواء مغبرة وأتربة مثارة في أجزاء مختلفة من المملكة، مع بقاء فرص بعض الأمطار قائمة في المنطقة الجنوبية من المملكة. ترتفع درجات الحرارة في العقبة إلى 27 و 21 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 18 درجة مئوية في جبال العشرة، 22 درجة مئوية في العاصمة عمان، و 25 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، و 24 درجة مئوية في البادية الشرقية. يتراجع تأثير منخفض البحر الأحمر يوم الاثنين، تبقى بعض السحب والغيوم ظاهرة في أجواء المملكة، إلا أن بشكل عام فرص الأمطار تبقى قائمة بشكل محدود في أقصى المنطقة الشرقية، ولكن باقي المناطق تستقر الأجواء، بل وتهدأ سرعة الرياح بشكل تدريجي، وتعيش المملكة أجواء خريفية لطيفة في ساعات النهار، باردة نسبيا في ساعات الليل، وتكون درجات الحرارة مثلا في العاصمة من 22 درجة مئوية، هي أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، و 29 درجة مئوية مثلا في خليج العقبة. تستمر الأجواء أيام الثلاثاء والأربعاء أيضا على ذات النطاق، أجواء خريفية لطيفة في ساعات النهار، باردة نسبيا في ساعات الليل، وتكون بشكل عام الأجواء أو تظهر بسماء المملكة كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتبقى الأجواء كما نلاحظ حتى يوم الخميس مستقرة في مختلف ومعظم مناطق المملكة، درجة الحرارة تقريبا تكون حول معدلاتها المعتادة، والأجواء خريفية لطيفة في ساعات النهار، لكنها كما ذكرنا تتحول إلى باردة نسبيا إلى باردة في ساعات الليل. نختم هذه النشرة الأسبوعية بيوم الجمعة، إذ تستمر الأجواء مستقرة إجمالا في أغلب المناطق، ظهور لبعض السحب والغيوم المتوسطة والعالية، ودرجات الحرارة في ساعات النهار حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل. نسأل الله الغيث العاجل، ونأمل ونستبشر إن شاء الله بتغير الأوضاع لتصبح بها منخفضات جوية وحالات جوية بإذن الله في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.